الرحيم، معكم مهندس محمد يماني. بإذن الله في الفيديو بتاع النهاردة هنكمل على شرح برنامج الريفت، وهنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة عن الجزء اللي يخص الحوائط الوولز. طيب، أنا عشان أرسم وول هتلاقي إن الرسم بتاعها إلى حد كبير زيه بالظبط زي الأعمدة، مش هتلاقي إن الموضوع فيه اختلاف. هو بس الموضوع كله بيعتمد على أساس نوع الحيطة اللي أنت بتختارها، وعلى أساس لو أنت عايز تعمل فيها فتحة أو إن أنت تعدل في الشكل بتاعها. انا مثلا واقف دلوقتي في ليفل 2 زي ما انتم شايفين كده، عايز ارسم وول. هاجي من هنا ادوس على السهم ده وهقول له ستراكشرال وول، اهي وول ستراكشر. طيب، اول حاجه هتعملها ان انت هتيجي تقول له انت عايز الحيطه بتاعتك دي ديبس ولا هاي. زي ما اتفقنا هتلاقوا الموضوع زي الاعمده بالظبط. فمثلا انا في ليفل 2 عايزها تبقى ديبس، هقول له ديبس. ديبس لحد فين؟ ديبس لحد ليفل 1. تمام كده؟ بعد كده هيسألك على حاجة هنا اسمها اللوكيشن لاين، بيقول لك أنت عايز اللوكيشن لاين بتاعك وول سنتر لاين ولا كور سنتر لاين، فينش فيس اكستيريور، فينش فيس انتيريور، كور فيس اكستيريور، كور فيس انتيريور. الكلام ده بيعبر عن إيه؟ قبل ما نتكلم على هنا، تعالوا الأول نروح نشوف شكل الحيطة نفسها. أنا لو جيت قلت له هنا إيديت تايب، أو قبل ما أخش أقول له إيديت تايب، لو أنا دوست على السهم ده كده، هتلاقي إن أنت عندك هنا أنواع حوائط زي ما أنتم شايفين كده. في حوائط هنا ليها علاقة بالإنشائي، أو في حوائط ليها علاقة بالستراكشرال ريفت أو الستراكشرال وولز، وحوائط تانية ليها علاقة بالجزء بتاع الاركتكتشر، أو إن أنت هنا الحوائط كلها ستراكشرال بس ما بيبقاش الحيطة كلها خرسانة، بيكون موجود بقى معاها طبقات العزل. تمام كده؟ على أساس نوع الحيطة اللي أنت بتختاره، على أساس الحاجة اللي أنت بتختارها من هنا إذا كنت عايز تعمل حاجة مختلفة عن الحاجة الديفولت. طيب، مبدئيا لو أنا جيت دلوقتي قلت له مثلا أنا عايز الحيطة بتاعتي دي 200 زي ما هي كده، هتلاقي هنا زي ما اتفقنا هنبتدي وول سنتر لاين في الأول نجرب ونشوف بتتكلم عن إيه. البيت كونسترين ليفل 1 عشان انا قلت له ان انا عايز اعملها ديبس لحد ليفل 1، والتوب كونسترين هتوصل لحد ليفل 2 اللي انا اوريدي واقف عليه او اللي انا اوريدي هبتدي من عنده الرسم. مش هلعب في الاوفست دلوقتي، تعالوا الاول نرسم ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. طيب، هرسمها بناء على ايه؟ هرسمها مثلا بناء على لاين، فهقول له انا عندي ده اول لاين من هنا لحد هنا. عشان انا هنا مشغل التشين زي ما عملناها مع البين، هتلاقي ان انت بعد ما بتحط اول حيطه ممكن ترسم الحيطه الثانيه وترسم الحيطه الثالثه وترسم الحيطه الاخير. خلصت، هتقول له انتر. خلاص انا كده الحوائط بتاعتي اترسمت. طب عايزين نشوفها في ال 3 دي، هتلاقوا الوضع او الشكل بالمنظر ده. تمام كده، دي الحوائط اللي انت اخترتها وهو رسمها لك زي ما انت اخترت. طيب، لو انا جيت رحت على اي اليفيشن من الاليفيشنز بتاعتي، زي مثلا اليفيشن النص اهو، هتلاقي الحيطه بتاعتك اهي زي ما انت شايف كده. طبعا عشان احنا هنا جايبين الجنب الكبير بتاعها، لو احنا رحنا مثلا عند الايست هتلاقي البعد الصغير. انا وقفت مثلا عند النص كده، ادي الحيطه. لو انا عملت عليها سيلكشن وجيت هنا قلت له الفيز اوفست بدل ما هو 0 انا عايز مثلا 0.1، هتلاقي ان الحيطه هتطلع لفوق مسافه كام؟ 0.1 اهي. شايفين المسافه دي؟ نكبرها مثلا شويه، بدل ما هي تبقى 0.1 نخليها مثلا نص المسافه اللي الحيطه طلعتها دي. تمام، وهو هنا البرنامج يعني احنا بس عشان الناس تبقى فاهمه ان احنا عاملين عليه سيلكشن، دي الحيطه اللي في وشنا، دي الحيطه اللي الناحيه الثانيه. تمام اهو، يعني احنا عاملين سيلكشن مثلا على انهي حيطه فيهم؟ احنا عاملين سيلكشن على الحيطه اهو، فيهم واحده صغيره فيهم واحده الناحيه الثانيه اكبر منها. تمام كده، عشان كده احنا واقفين في الاليفيشن بنشوف واحده والثانيه ما بتبقاش باينه اهو، من هنا كده هتبقى واضحه جدا. في الاليفيشن احنا كنا شايفين من الاتجاه ده، فدي كانت مرفوعه ودي اللي كانت ظاهره من تحتها. اكيد يعني انتوا اكيد فاهمين حاجه زي كده، طالما انتوا شغالين على الكورس او شغالين على البرنامج هتلاقوا ان الموضوع بالنسبه لكم ما فيهوش تعقيد يعني. تمام؟ طيب، لو انا جيت عملت سيلكشن على اي اليفيشن من الاليفيشن اللي احنا كنا واقفين فيه مثلا النص اهو، وادي الوول بتاعتك، هتلاقي ان انت عندك هنا الهاندلز دي تقدر ان انت من خلالها تطلع وتنزل زي ما انت عاوز علشان تظبط الاليفيشن او تظبط الارتفاع بتاع الحيط. وزي ما انتم شايفين الحاجات هنا دايناميك، يعني انا مجرد ما هغير ده هنا هتلاقي ان القيم اللي هنا اتغيرت، قال لك اللينث بتاعها انا ما غيرناش حاجه في اللينث، الاريا بتاعتها بتساوي كام والفوليوم بتاعها بيساوي كام. تمام كده؟ طيب، لغايه دلوقتي احنا ما اتكلمناش برضو في الموضوع اللي احنا قلنا عليه بتاع الوول سنتر لاين والحاجات دي كلها، الكلام ده معناه ايه؟ لو انا رجعت وقفت مثلا في ال 3 دي ومسحت الحوائط دي كلها انا مش عايزها، ورجعت وقفت عند ليفل 2 تاني اللي احنا كنا بادئين من عند الرسم، هاجي اقول له برضه من هنا ستراكشر وول. خلاص هو اوريدي فتح لي على ستراكشر وول على طول. هعمل الحيطه بتاعتي ديبس لحد ليفل 1، بس المره دي هختار حاجه بدل الوول سنتر لاين، هقول له انا عايزها كور سنتر لاين واعمل كده.
حد حس اي اختلاف ما بين الكور وما بين الرول ولا اي حاجه. ليه؟ الموضوع بيعتمد على نوع الحيطه اللي انت مختاره. نوع الحيطه اللي انت مختاره الكور بتاعه هو هو الماتيريال اللي هو معمول منها، لان هو في ماتيريال واحده بس. فلو انت جيت من هنا وقلت له كور سنتر لاين، هي هي وول سنتر لاين، السنتر لاين بتاع الكور بتاع اكتر ماتيريال موجوده في الحيطه هو هو السنتر لاين بتاع الحيطه كلها، لان الحيطه كلها ما فيهاش غير ماتيريال واحده. لكن انا لو جيت من هنا مثلا وقلت له انا عايز الحيطه بتاعتي تبقى فيها مثلا حيطه اكستيريور فيها مثلا بريك اوت، تمام كده؟ رحت جاي قايل له انا عايزها تبقى كور سنتر لاين، عملت كده. هل الحيطه بتاعتك دلوقتي في السنتر لاين؟ لا، دلوقتي الحيطه السنتر لاين ده ماشي في الكور، ماشي في النص بتاع الماتيريال الكتير اللي موجود اللي هو الجزء ده كده. السنتر لاين بتاع الحيطه في النص بتاع الكور ماتيريال بتاعت الحيطه، تمام؟ طيب الحيطه دي دلوقتي انا مثلا لو عايز اعرف انهي ماتيريال فيها هي الماتيريال الاستراكشر، انهي ماتيريال المفروض ان هي لما نشغل الاناليتيكال او عايزين نبعت حاجه على الروبوت ان الماتيريال اللي هي حاططها لي في السنتر لاين دي هي اللي فعلا شايله، هتقف على الحيطه بتاعتك وتقول له ايديت تايب. هتدوس من هنا على ايديت، هتدخل جوه هتلاقي في حاجات كتير قوي محطوطه، كل دي ماتيريال محطوط، كل ما اتعلم عليه صح ده جوه الماتيريال، بس انهي ماتيريال هي الاستراكشرز؟ هتلاقي الماتيريال الوحيده هي الاستراكشر اللي هي الحديد، لان الحيطه اللي احنا حاطينها حيطه ميتال. فاهمين الفكرة؟ أهو هي دي الماتيريال الوحيدة. فدلوقتي أنت الموضوع بيعتمد على نوع الحيطة اللي أنت شغال بيه. الكلام ده لو أنت هتقول له وول سنتر لاين أو هتقول له كور سنتر لاين أو أي نوع حيطة أنت هتشتغل عليه. فلو أنا جيت مثلا قلت له وول ستراكشرال، مثلا رجعنا تاني عند جينيريك 200 دي، أنا مثلا مش عايزها 200 أنا عايزها 220، فهقول له إيديت تايب دوبليكيت اسم الحيطة 220 كونكريت. تمام؟ أوكي. اجي من هنا اقول له ايديت، انا عايز الثيكنس بتاعها ده يبقى قد ايه؟ انا عايزه 0.22، تمام؟ 220، والستراكشر ماتيريال بتاعتها نوعها ايه؟ عايز تحددها، تيجي من هنا تقول له انا عايزها تبقى مثلا كونكريت. هياخد ثواني كده لحد ما يفتح لك الماتيريال، هو اوريدي اصلا كان عاملها من هنا، هو بيقول لك التايب بتاعها 220 كونكريت. تمام؟ لو انت عايز تغيرها هتغيرها من هنا كده. خلاص انا قلت له اوكي. مفيش حاجه هنا ثانيه محتاجه ان هي تتعدل، اوكي. ممكن تيجي ترسم الحيطه باي شكل ايا كان، لو انت عملتها مثلا بريكتانجل فهيرسم لك الحيطه بتاعتك على اساس ان هي ريكتانجل، تمام؟ من اول هنا لحد هنا ويقسمهم لك اربع حواض. ديبث ليفل 1 خلاص مفيش من الموضوع ده مشكله، طب تعالى نغير بقى كور سنتر لاين ده نخليه مثلا كور اكستيريور. ونبتدي نرسم. هتلاقي ان الحيطه مرحله عن السنتر لاين. شايفين؟ اه. سنتر لاين على الخط اللي فوق، ليه؟ لان انا قلت له اكستيريور، ما قلتلوش سنتر لاين، قلت له كور سنتر لاين، اسف قلت له كور اكستيريور. كور الماتيريال اللي موجوده، الماتيريال الكبيره اللي موجوده في الحيطه دي انا عايزها تبقى اكستيريور. موضوع الاكستيريور بقى لتحت ولا لفوق، يعني انت هترسم وتجرب تعرف البرنامج فاهم الاكستيريور لتحت ولا لفوق وتبتدي ان انت تشتغل على اللي هو عمله، تمام كده؟ يبقى تاني انا مثلا جيت هنا المره دي وقلت له انا عايزها كور انتيريور، فرحت عامل كده، هتلاقي ان هو راح حاطط لك الخط اللي انت بترسم عليه من تحت والخط الثاني اتعمل لفوق. وممكن وانت شغال تعمل الاوفست زي ما احنا كنا متعودين، انا مثلا هاجي اقول له انا عايز اوفست من هنا نص. تمام؟ وعايزها دي تبقى كور انتيريور، خلاص؟ واعمل كده. هتلاقي ان الحيطه مش بس بعدت عشان انت قايل له انا عايزها انتيريور فعملها لك لبره، ده كمان بعدت بمسافه بتساوي كام؟ بتساوي نص زي ما انت حددت. طيب هنفترض ان انا وانا شغال عايز اعمل الحيطه دي اهو. هعدلها بس الاول، هاجي انا عايز ارجع ده زيرو انتر وعايز ارجع ده اول سنتر لاين، تمام؟ هعمل الحيطه دي من هنا لهنا عشان انا عاملها تشين فهياخد في اللي بعدها اهو. وعايز الجزء اللي هنا ده اللي يتعمل الجديد، الحيطه اللي تتعمل دي عايز المسافه الحته اللي من هنا دي كده ما تتعملش سوليد كده او ما تتعملش ستريت، ما تبقاش شارب، انا عايزها تبقى كيرف. هتعمل ده ازاي؟ موضوع بسيط جدا، كل اللي انت هتعمله انت تيجي تختار الحيطه بتاعتك اللي انت هترسمها وتظبط الكلام ده وتظبط الكلام ده وتظبط الاوفست اذا كنت عايز اوفست. لو انت عايز هنا يتعمل كيرف هتجي من هنا تقول له ريديوس. فهمت الريديوس كام؟ زي مثلا 2. تقول له ادي اول نقطه وادي ثاني نقطه، مثلا الحيطه بتاعتي الثانيه هوقفها لحد هنا. زي ما انتم شايفين عمل لك هنا كيرف اهو بريديوس بيساوي كام؟ بريديوس بيساوي 2. تمام؟ موضوع بسيط جدا مفيش منه اي تعقيد. كل ما هتعمل حيطه جديده هتلاقي ان هو بياخد لك الكيرفات ما بينها بالريديوس اللي انت عايزه لحد ما انت تقفل الريديوس، خلاص هيبطل يعمل حاجه من المنظر ده. تمام؟ لو بصينا عليها في ال 3 دي هتلاقي الشكل زي ما انت رسمته بالظبط.
خلاص، ان لو انت اصلا عايز تعمل حيطه نفسها كيرف، يعني تاخد من هنا ريديوس وتبقى دي كلها على بعضها كيرف، ما يبقاش في خط ستريت كده، انت عندك امكانيه ان انت ترسمها كيرف اساسا من هنا. طيب عملت انا حيطه زي دي كده اهو، وعايز ان انا اعدل فيها، زي مثلا انت عايز تفتح فتحه في الحيطه بتاعتك. هاجي اقف هنا مثلا على اي ليفل من الليفلز بتاعتي، اي الفيشن من الليفيشنز، انا عايز افتح مثلا فتحه في الحيطه دي، او تعالى نجيبها من 3 دي، عايز افتح فتحه في الحيطه دي. هتقف على الحيطه بتاعتك، كليك شمال وتقول له ايديت بروفايل، وتختار شكل الفتحه اللي انت عايز تفتحها، فتحه على شكل ريكتانجل مثلا، وترسم ريكتانجل كده. تمام، خلاص الفتحه بتاعتك اتفتحت زي ما انت شايف. طب عايز تشيل الفتحه دي، انت ممكن تعمل سيلكشن على الفتحه نفسها، فتحه بس، وتروح عامل لها ديليت، هيشيلها لك. يا اما ان انت لو عايز تصغرها او تكبرها، تبتدي ان انت تلعب فيها بالهاندلز زي ما احنا عارفين، وزي ما اتعاملنا مع بقيه الحاجات قبل كده. تمام، الكلام ده لو الحيطه بتاعتك ستريت، بس هل انا اقدر اعمل كده في حيطه كيرفد؟ للاسف لا، او مش لا، هو بتحصل بس الموضوع بيبقى صعب قوي، يعني ممكن نقولها بعد كده في فيديو تاني. ان انت لو عندك حيطه كيرفد وعايز ان انت تبتدي ان انت تفتح فيها فتحه، هتفتح فتحه وكل حاجه، بس انت محدود بان انت تفتح فتحه ريكتانجولار فقط، يعني تفتح فتحه مستطيله فقط، لكن ما ينفعش تعمل دايره، ما ينفعش تعمل شكل الريجولر. الموضوع بيحصل وكل حاجه، بس بتستخدم فيه بقى الورك بلان وتعمل خطوط ريفرنس، يعني حاجات احنا لسه ما شرحناهاش، والموضوع بيبقى الى حد ما صعب شويه. طب تعالى مثلا نجرب نشوف هنفتح فتحه في حيطه مستطيله ازاي. انا لو رجعت عند اي ليفل من الليفلز بتاعتي، ليفل 2 مثلا اهو، قررت ان انا عايز اعمل وول، انا عايز الوول دي تبقى كيرفد، هقول له ادي الوول من هنا لهنا، حاجه بالمنظر ده مثلا اهو، عايز افتح في دي فتحه، هعملها ازاي؟ هتيجي تقف في 3 دي او في اي اليفيشن، ادي الشكل بتاع الوول بتاعتك، هتختارها وبعد كده تروح جاي قايل له وول اوبننج اهي. تمام، زي ما انتم شايفين انت ما عندكش امكانيه غير ان انت تعمل فتحه مستطيله، يعني كون ان انت تعمل حاجه ثانيه مختلفه بتتم، بس الموضوع بيبقى صعب جدا يعني. تمام، هنحاول بعد كده نوضحها في فيديو ثاني ان شاء الله. خلاص كده، يبقى انت دلوقتي قدرت ان انت تفتح ترسم الوول بتاعتك، وتشوف انت هتعملها بناء على وول سنتر لاين ولا كور سنتر لاين، وفي نفس الوقت ما عندكش مشكله ان انت تفتح فيها اي فتحه. حاجه اخيره، ان لو انت عايز تعمل كونكشن او عايز تشوف شكل الكونكشن ما بين الوول بتاعتك، ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا رجعت وقفت في ليفل 2 اهو، وجيت مثلا رسمت وول كده، والوول الثانية هترسمها عاملة كده، الشكل بتاع الكونكشن دي اللي انت عايزه، عايزه يبقى عامل كده ولا عايز الموضوع يختلف؟ يعني انت عايز دي كده تبقى هما الاثنين مكملين على بعض كده، ولا انت عايز واحدة مكملة وواحدة واقفة والكلام ده كله؟ ده هتعمله ازاي؟ هتحدد اي واحدة في الاثنين. تمام، بعد كده هتلاقي عندك هنا وانت شغال هتلاقي حاجة اسمها وول جوينت اهي، هتختار وول جوينت، وبعد كده تختار المكان بتاع الجوين اللي انت عايز تعدله، زي مثلا هنا، وتبتدي ان انت تغير كل واحدة فيهم، وتشوف انت عايزها شكلها عامل كده ولا عامل اي شكل تاني. طيب هنا مش متاح ليك ان انت تعمل حاجه غير دي، ليه؟ علشان هو هنا معلم على نوع واحد اسمه خط. طب لو احنا مثلا قلنا له نكست، هتلاقيه راح عاملها لك يا اما خط افقي مكمل على ده اكستند لده، يا اما خط اكستند لده. طب لو خليناها مثلا ميتر دي او ميتر دي، ودوسنا عليها كده وابتديت ان انت تقول له نكست، هنا ما عندكش غير اوبشن واحد، ان هو هيوصل الخط ده لغايه الخط ده. طب لو قلت له سكوير اوف، يا اما هيكمل الحيطه دي يا اما هيكمل الحيطه. تمام كده، ولو انت عايزهم بعد ما يتعملوا كده يبقوا جويند، يبقوا كلهم حاجه واحده، او انت بعد كده كستراكشرال اليمنت يبقوا هما الاثنين جويند، هتقول له الو جويند، مش عايز هتقول له ديس الو جويند. تمام، يبقى انت كده باذن الله ما عندكش اي مشاكل مع الوولز. طيب حاجه اخيره في موضوع الوولز ده، عشان ابقى خلصتها كلها وما نبقاش محتاجين ان احنا نرجع نتكلم في حاجه ليها علاقه بالوولز ثاني. لو انا دلوقتي عايز اعمل قاعده تحت الوول دي مثلا، هعملها ازاي؟ هاجي من هنا في ستراكشر، هقول له فاونديشن وول. تمام، هبتدي ان انا من هنا احدد الحاجات اللي ليها علاقه بالقاعده اللي انا هحطها تحت الوول بتاعتي. هقول له مثلا ايديت تايب، هيسالك هنا نوع الحيطه الاستراكشرال يوزج، يا اما هتقول له دي وول بيرنج، يا اما هتقول له الحيطه ريتيننج. ريتيننج وول بنستخدمها علشان نسمي جوانب حفر مثلا، او علشان حاجه ليها علاقه بالسدود، الخزانات، حاجات ليها علاقه بالميه، الكلام ده كله هيبقى ريتيننج. او لو هي وول بيرنج، ان انت هتعمل الحيطه دي حيطه حامله، فهتبتدي ان انت تخليها بيرنج. تمام كده؟ طيب تعالى نحطها وبعد كده نشوف ازاي نعدل في الابعاد بتاعتها. هقول له مثلا انا عايز الحيطه بتاعتي دي. تمام؟ هو بس بيقول لك ان انت الفيو اللي انت واقف عليه ده مش هو اللي هحطه عنده القاعده. طيب لو انا عايز اروح اشوفها دلوقتي في ال 3 دي، هعمل كده، هتلاقي ان الحيطه بتاعتك زي ما انت شايف اتحط تحتيها وول بالمنظر ده. طيب ممكن نمسح الحيطه دي عشان ما نتضايقناش. نحط تحتيها فاونديشن زي ما انتم شايفين كده.
عايزين نعدل فيها اختارها كده، وهدخل من هنا اقول له ايديت بس. هنا هتلاقيه بيقول لك الويدث، الويدث بتاعها العرض بتاعها، فلو انا خليت مثلا الويدث بيساوي 1.2 انتر، هتلاقي ان العرض الويدث بتاعها زاد زي ما انتم شايفين كده. طب ايه كمان ممكن نعدل فيه؟ الفاونديشن ثيكنس، الدبث بتاعها قد ايه؟ فلو انا جيت قلت له انا عايزها مثلا 0.5 انتر، هتلاقي ان هي الدبث بتاعها زاد زي ما انت شايف كده. طيب اخر حاجه الديفولت اند اكستنشن لينث، لو انا خليته مثلا بيساوي 0.5 ابلاي، هتلاقي ان هو هنا زود لك نص عن الاعلى، خلى الحته دي كده بتزيد مسافه نص زي ما انتم شايفين كده. الحته دي كده او المسافه دي كده بتساوي كام؟ بتساوي نص. تمام؟ الكلام ده لو انت نوع الحيطه بتاعتك اللي انت مختاره حيطه بيرنج. تمام؟ طب لو انا جيت اسف نوع القاعده اللي انت مختاره، يعني عشان حيطه بيرنج. طب لو انا جيت اخترت حيطه ريتينج، مسحت مثلا القاعده دي كده وجيت قلت له ستراكشرال فاونديشن وول، انا عايزها تبقى حيطه بدل ما هي بيرنج، انا عايزها تبقى حيطه ريتينج. هتلاقي ان هنا في حاجات زادت. طيب التويول هيل ده الكلام ده بنتكلم فيه ايه؟ ده الكلام اللي انت هتلاقيه لما تيجي تعمل ديزاين للريتيننج وول، المسافه او القيمه اللي بتبقى في الناحيه بتاعت الايرث بريشر والناحيه الثانيه، سواء بقى هتبقى فيها ووتر بريشر مثلا او اي حاجه من الحاجات دي كلها. فلو انا جيت قلت له مثلا اوكي فين الحيطه بتاعتك؟ ادي الحيطه، هيحطها لك بالمنظر زي ما انتم شايفين، هي نازله هنا مترحله مش نازله سنتر. لو انت عايز تعدل فيها حاجه هتعمل عليها سيلكشن زي ما احنا عارفين، وبعد ما تعمل السلكشن هتدخل تقول له ايديت تايب اهو. طيب التويل انت مثلا هو قايل لك هنا 0.6، خليه مثلا 0. او خليه واحد مثلا عشان الفرق يبان، واحد لاي، هتلاقي ان المسافه دي هي اللي زادت. طب لو احنا خلينا دي مثلا 0.5 لاي، هتلاقي ان المسافه دي هي اللي زادت. ونفس الكلام الفونديشن ثيكنس ده الدبت بتاع القاعده، مثلا خليه واحد ابلاي، هتلاقي ان المسافه دي زادت. والديفولت اند اكستنشن المسافه اللي هي من هنا لهنا اللي احنا كنا اتفقنا ان هي عملناها المره اللي فاتت نص، لو انا جيت خليتها مثلا زيرو ابلاي، هتلاقي ان دي لزقت في دي، بقت الحافه او الحرف او الشفره بتاعت القاعده هي هي نفس الشفره بتاعت الحيطه. تمام كده؟ كده موضوع الوولز ان شاء الله ما فيش فيه مشاكل تاني، وباذن الله المرات اللي جايه هنبتدي ان احنا نتكلم على التفليح والسلالم، ونشوف بقى احنا ممكن ازاي في الاخر نعمل بروجكت كامل مع بعض. تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.